لك علاء ابو حربه. لا بقى تقول ابو حربه، شو بدك؟ قوم دروس، قوم بكره بتسقطوا البكالوريا. ليك من امبارح بالليل لهلا ما نمت، انا عم بدرس. ايه بلا كذب بلا كذب، بعرف انك فقت على جرس ولاد عمي، شو نسيان انك نمت امبارح قبلي؟ انه شو جابهم هدول من قبل الضو؟ اخي شو بدك فيهم؟ حط راسك هناك. ما بقدر. معناتها قوم دروس. اخي ما بقدر ادرس الا اذا كان في قدامي كاسه شاي. ايه روح عمير كاسه شاي. علاء انا ما بقدر اطلع لانه اذا بيشوفوني بيتلبسوني. ها استناهم ليروحوا. طب اسمع عندي حل ثاني. بعرف انا اعمل لك الشاي. بريح عليك يلا يا شاطر. لا ما حزرت، انا بدي احط راسي ونام. تصفل منك لحالك. علاء ما حخليك تنام، لا تقوم تعمل لي كاسه شاي، انت صغير واذا شافوك ما بيتلبسوك. لك اخي شو هالتبلي متبلين اياه، قوم اعمل لحالك شاي. ما على هالقصه هلا، كل مره بنعيد هاي السالفه بدي اعلي صوتي. اذا كنت صغير انا كنت بقوم بعمل لك شاي براسي، قوم بلا قلت مروق خلصني. اذا بعمل لك شاي بتبطل تحركش فيني؟ ايه بطل. وعد؟ لا خلص قوم. بس والله حسام اذا بعمل لك شاي بتتحركش فيني؟ ما بعمل لك شاي بحياتي. لك ايه خلص اتفقنا، قوم يلا. يلا حاجة مكروطة. لجيب الكزلوك غير شكل. إذا طلع في شي ومخبيينه علي لا تلوموا إلا حالكم. عم نمزح مرت عمو، عم نمزح. طيب عمي سعيد ما قال لك إمتى بيرجع؟ قال الصبح، بس إمتى بالضبط ما بعرف. طيب هاي صار الصبح؟ يمكن للساعة 12، بس بجوز ما يجي 12، بجوز للوحدة تنتين ثلاثة ما بعرف. إذا عندكم شغل لا تعطلوا حالكم. إيه ما عنا شيء، بالأصل ما عنا شيء، نحن قاعدين اليوم لأنه عطلة وما في ورانا شيء. تعال تعال ابن عمو شفتك، تعال. تعوز معنا تعال. صباح الخير. صباح النور، عود معنا لشو؟ بدي غسل وشي عمو. غسل وشك وارجع عود معنا. هذا اللي صار بالبكالوريا؟ لا هذا أول مرة بيقدمها. لك مين اللي صار؟ حسام؟ إيه. والبنت اخذتها ولا لسا؟ لا كمان اول مره. سقطت؟ ما قدمتها. شايف الشغله بالوراثه، عمي سعيد مدري كم سنه صار والسنه ناوي يقدمها كمان؟ ناوي. انا برايي تبطلوها بلال المدرسه. ليش بقى؟ لانه اخذت البكالوريا ولا ما اخذتها نفس الشيء، اخرتها على المطبخ. لا يو سلوى بدها تسجل بالجامعه كمان. بلا حكي فاضي مرت عمي، ليكي ابن عمها شاغر وطول الحور عم يستنى. وين حورة؟ ما بدك تستنى عمك سعيد؟ أي قرار بتاخذوه أنا موافق عليه من هلا. خاطركم. هلا بيجي عمك. بعدين مرت عمي الله يخلينا ياكي. صار عمره 25 سنة ولهلا بيخجل من سيرة النسوان. إيه لازم يخجل. بدك إياه يكون بلا خجل يعني؟ إيه مو من النسوان، لازم نجوزه بقى. خير. صباح النور. اهلين عمو. اهلين وسهلين، كيفكم؟ الحمد لله. الحمد لله. شو هو ابولكم خابص له شي خبصه جديده؟ شي جديد ما في، نفس القصه القديمه. لساته عارض البيت للبيع. علاء علاء. صباح الخير بابا. صباح الخيرات، فوت نام بغرفتك. يلا تصبحوا على خير بابا. وانت من اهله. انت من اهله. نشيط، شد حيلك. سقيتيهم قهوة؟ سقتنا. معقولة ما اسقيهم قهوة يعني؟ قوم اعملي لهم ريق شاي. سعيد وين كنت؟ وين كنت يعني؟ بتعرفي وين كنت؟ مالي شامة ريحة نسوان، بس ريحتك دخان. عم بتدخن؟ تجريب علاء تجريب، عم جرب تجريب عن جد. تجريب ما؟ تجريبه لك اليوم باكي؟ علاء عن جد هي أول سيجارة بحياتي وآخر سيجارة. وعم قول لحالي من هالروايح بالأوضة منك ما هيك؟ عم بتدخن. علاء يستر على أرضك وطي صوتك هلا بيسمعنا أبوك. علاء على شو بدك يعني احلف لك لتصدق انه هي اول سيجاره واخر سيجاره بحياتي؟ حسام شو تحلف انت كمان؟ انا اخوك بصدقك طبعا، بس بابا
ما بصدق. ليش رح تقول له لبابا؟ طبعا حسام طبعا لازم بابا يحط بصورة الوضع الراهي. علاء لا تكون فساد، الشغلات اللي بتصير بيني وبينك بابا ما له علاقة فيها، وإذا بتقول له ما تلوم إلا حالك. شو بتعمل يعني؟ بدي أعمل شغلات كثيرة، بدك تندم علي طول عمرك. منشوف مين بده يندم. أخي ولاده رح يجننوني. سعيد وين كنت؟ وين بدي يكون يعني بالشغل؟ بالشغل؟ وممكن نعرف شو هالشغل بقى؟ هلا ما بقدر اقول لك، بعدين بقول لك. وليش ما بتقدر تقول لي؟ انا ما حبيت احرجك قدام اولاد اخوك. ها شوفي عيني، انا ما بحب اقول فول ليصيروا بالعدول، بخاف اقول لك وما تزبط تصير مسخره بعدين. شو هاي اللي ما تزبط؟ الملايين. ها افتحي الباب، اذا حدا بده ياني انا مو هون، بدي نام هلكان. معناها مالك نايم امبارح؟ لا مالي نايم. معناها هلا بدي اعرف. اسمعي جمانة، لو كنت عم بكذب عليكي كنت طلعت لك حجة من تحت أظافيري. خلص عم قل افتحي الباب، لأنه هلا الجرس ظلوا كابسينه هيك بيعمل ماس كهربائي، بيحترق البيت بهبهب هو. والله والله العظيم شك كان ما بفهم، ما عم بفهم ليش التأجيل. مشانك على شو مستعجل؟ صرنا زمان مخطوبين، لازم نتجوز بقى. نحن ما عم نزن عليك، ولما ما لا طاير من قدامك، وبالبيت ما حدا عم يقول لك شيء. لك اذا انتو عسل ما لازم الحسكم كلكم، يعني بتلاقي حلوه انه حاطط بيت حماي ونازل فيهم لحوسه، انا كمان لازم يكون عندي ذوق. اولا يا منصور معك 10000 ليره بدك تحط قدهم مشان العرس، فبقى روح شغلهم وبس تترحرح تعال عنا عمي بنجوزك. خلصني لك يا حاجه بقى، شو الحكي اللي عم تحكي؟ انا اولا مو 10000 معي، احلامك صغيره انت، انا معي 25000. بعدين بشو بدي شغلهم؟ بالتجاره، بالبيع، بالشري. لا 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 ما بيطلع بايدنا، نحن بيت النايحة كلياتنا حمير بالتجارة، وانا شخصيا جربت حالي لقيت حالي ماني موهوب. عمي انا بشغل لك ياهم، هاتون. لك اخي لا تقلي هاتون ولا تقلي خدون، لا رح اعطيك ولا رح تعطيني، انا بالنسبة لي رح فهمك شغلة، تأجيل ما في، ما في تأجيل، حاجة المطلق بقى. اهلا سعيد. مرحبا منصور. اهلا سعيد. لحالك ولا عندك حدا؟ لا عندي عمي ابو لما. تعال عاوزه. ما بدي حدا يسمعنا. خير شو في؟ لازمني 10000 ورا، بدك تدبر ياهم من تحت الارض. طيب ما فيك تستنى شي شهر زمان؟ لك ولا يوم ولا لحظة، بدي ادفع اجار بيت للجماعة ومصروف ببيتنا ما في. هلا ما بدي احكي كل شي بالتفصيل، قل لك انه عندي ضيوف في البيت ما معي حق سكر وشاي ضيفه. طيب فوت فوت لاعطيك اياهم جوا. ما حلوة فوت وما اقعد مع عمك، استاول اياهم يلا. يعني جيبهم لهون؟ جيبهم. شو هن؟ اشترى بعتذر. ها اهلين عم، الشاي على النار. الشاي على النار. باخر الشهر برجع لك يا رو. انا شهر؟ نحن مو بقانون اول، باخر قانون اول. يعني انه سنه؟ نحن مو بال 99، قانون اول 99. فهمان عليك بس بانه قرن. منصور لا تمسخر، شي مره دينت منك وما رجعت لك انا. لك يا اخي ما عم تمسخر عليك، بس انت عم تحكي بطريقه كانه اخر الشهر جايك مليون ليره. ان شاء الله بفكر اني معتمد على راتبي. انا في طاقه رزق اذا انفتحت لي، بطمرك انت وكل بيت النايحه بالمصاري، ادعي لي تنفتح لي. بس قل له حيو. أهلين عم. أهلين سهلين. سهلين. أهلين عمي. ما في شيء، بس كان جارنا هيك جاي بده يحكي معي مشان في موضوع بيناتنا. آه إيه. بنرجع لموضوعنا. أنا موضوع. موضوع عرسه. عم انسى الموضوع كله، أنا بهديتين طلعت لبرد حسبتها واكتشفت إنه معك حق. بشو؟ مشان موضوع العرس. يعني انت معك حق ومعك حق بالموضوع، يعني المثل بيقول اكبر منك بيوم اعرف منك بسنه. ما لحقت منصور بهالدقيقتين تغير رايك. ها حسبتها؟ حسبتها ولا اخوك سعيد كان برا؟ سعيد؟ انا سعيد؟ لا لا، لو سعيد كان اللي برا انا كنت قلت لك. انا يعني ليش حتى ما منصور لا تقول لي انت اللي كنت مستقتل على العرس وما غيرت رايك الا لانه المصاري طاروا مثل العاده. لك عادي عمي عادي، شباك انت هيك يعني مكركب حالك ومحول الموضوع اكثر ما يستاهل. انا مو مشان المصاري، بس اخوك سعيد لازم يحس على حاله. لك بضل اخي، والشي اللي عم يصير معه مو بايده. الله وكيلك، انا ما بكرهه بس لازم يعتمد على حاله. لك عادي عمي عادي، ليش مكركب حالك؟ بكره بتفرج.
طالما اخوك سعيد قاعد على كعبك مثل الفرخ اللي عم يستنى تزقمه امه ما راح تفرج. وانا بقول لك سعيد هون؟ كان هون ولا مو هون؟ وينه؟ يمكن هوني. عم تتمالش؟ لا عم بتمسخر. ومن غير مسخرة ابوك وينه؟ بالشغل. وين بالشغل؟ عم يشتغل اضافي. وين؟ مجلس الوزراء. يمكن عم يشتغل وزير. عم تتمسخر؟ هالمرة عم بتمالش. ايه شو عليه؟ بس يجي ابوك قل له اجي ابو بسام وقل له اذا ما حليت المشكلة رح يوصلها للشرطة. شو؟ قل له اجي ابو بسام قال اذا ما حليت المشكلة رح يوصل المشكلة للشرطة. قمت انا قلت له ايدك وما تعطيه وسفلت الباب بوشه. عم تضرب الباب بوشي؟ انا بوجيكم يا بيت النالحة. مرحبا خالتي مسرور. اهلا وسهلا. اهلين وسهلا. شو مسرور مو هون؟ لا والله مو هون. تفضل بدي احكي معك بموضوع. خير ان شاء الله بس يا ريت بسرعة لاني مستعجل. شو في؟ يا ابني انت رفيقه يمكن تأثر عليه. انا ما عاد لي موني عليه. قولي لي شو المشكلة خالتي؟ ابوه ترك له معمل هالبلوك والله منعم عليه. سكره ولحق لي هالحفر. باع الماكينات قلنا ماشي الحال. هلا عارض الارض للبيع. خلاص ولا يهمك انا بحكي لك معه. وينه هو؟ راح يحفر. وين بده يروح يعني؟ ما قال لك وين عم يحفر؟ هو ليش هو بيحكي لك؟ اذا ارسته حي لا سمح الله بضل بارضه ما حدا بيعرف عنه شيء. بعيد الشر عنه لا تكلي هم. انا بحكي لك معه. ديبك انا خالتي ديبك. عن اذنك. الله يهديكم انتوا الاثنين يا رب. مناخ سهول الجزيرة متوسطي داخلي قاري. مناخ سهول الجزيرة متوسطي داخلي قاري. وتهب عليها الرياح الغربية الرطبة معظم أيام السنة. تهب عليها الرياح معظم أيام السنة وتكون رطبة. وتتعرض لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية الصحراوية في الفصول الانتقالية، أي أنها تكون قارصة البرودة. بعدين معك؟ ما بتعرف تحفظ بقلبك أنت؟ أخي أنا ما بحفظ إذا ما سمعت صوتي. وانا شو بدي ادرس؟ انت لسه ما سقطت ولا مره، فمو مشكله اذا سقطت لك شي مره بهالعمر. انا صرت ساقطه 3 سنين بقفى بعضهم، صار عندي خبره كثير كبيره، فمو حلوه بحقي لازم انجح هاي السنه. اي وانا لازم انجح، يعني ضروري اذا حضرتك سقطت بالبكالوريا وسودت وجهنا، انا اسقط كمان؟ اخي هذا الواقع وتلاقم معه. ما رح تلاقم مع الواقع، يا بتسمع بقلبك يا بقول لبابا انك عم تدخن وعم تطالعه من مناخيرك. علاء عيب عليك، لسه كل ما دق الكوز بجرب هددني. بدي هددك، يا بتعمل مثل ما بدي يا بقول له ابي انك عم طالع من مناخيرك. خلاص خلاص وعد شرف ما راح اقرا غير بصوت واطي. قوم اعمل لنا كاسه شاي حلاوه تصلحها. انت قوم. ما عاد بدي شاي. انا بدي شاي. قوم اعمل لحالك وصب لنا كاسه بمعيد شواربك. شو مضحكتك انا؟ قوم لشوف قوم. خلاص خلاص لا تصب لي ما بدي. اذا ما بتعمل لي شاي قول لابي انك عم طالع من مناخيرك. يستر على عرضك علاء. خلاص خلاص صوت خلاص بابا رايح. صحيح انك ولد وما بتنعطى وش. راح راح رابعا شحطة لبدأ العرب حياتهم بعد الاستقلال من زاوية واحدة فاصلة أو لنقل بأنهم لم يقوموا بعمل متنام يقود بعضه بعضا فاصلة أو يكمل بعضه بعضا نقطة ولست على شيء من الشك في ذلك فاصلة التعاون لا 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 غلط غلط ولست على شيء من الشك في ذلك فاصلة والتعاون شمل العملية الاستقلالية على مقياس واسع نقطة مزبوط؟ مزبوط بس مو صحيح. شلون؟ لازم تفهمي فهم مو بصم. شو جابك انت لهون؟ سلوى شو رأيك تقومي تحركي دمك وتعملي لنا كاسة شاي؟ وليش ما تساويها انت حضرتك؟ امي عنا دراسة بدنا نقعد نقضيها بالمطبخ على شاي وقهوة. انا يعني ما عندي دراسة وما عندي امتحانات وما بتحسوا فيني ما؟ سلوى امتى رسبتي ولا نجحتي بالبكالوريا مو مشكلة اخرتك على المطبخ ربت منزل. سلوى بدها تسجل طب ما بدها تقعد بالبيت. لا امي لا واضح انه في تحالف عريض ضدي بهالبيت وكأنه انا مو اكبر واحد كل هاتكم بكن زلوني. اكبر واحد بدير باله علي اصغر منه مو بيبتزون. ما بدي انا يا حيو النايحة حيو حيو روح 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 يعطيك العافية. شبك بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين أهلين انس ولا جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على شو عم تدور؟ انا ما عم دور انا عم بحفر. ها وعلى شو عم تحفر؟ لا
لا ما في شيء، بس هيك عم بحفر هيك. ايش عندك هواية الحفر بنص الليل بالبرية؟ جمع طوابع مو احسن لك؟ طلع لشوف. ما بطلع. لك طلع. ما بطلع يعني ما بطلع. طلع لك. هيك بالذوق بطلع، بس ما بدي اعرف مين حضرتكم. هويتك مين حضرتكم؟ ما بتعرف انه التنقيب على الاثار ممنوع؟ انا ما عم نقب على الاثار، ضايج طالع خليه التف فش خليه بالحفر، عم بحفر فشة خلق انا. ايه هات هويتك هات. بلا شو؟ ايه ما بفرجيكم هويتي قبل ما تفرجوني هويتكم، شو الشغلة لعبة؟ انا مواطن ومحمي. اه؟ ايه تكرم عينك، منفرجيك هوياتنا بس مو هون، بالقسم، شرف معنا. لا شو قسم ما قسم، ولو تكرم عينكم، مصدقكم انا مبينين اكابر، سبحان الله، تفضل سيدي. سعيد النايحة؟ اي نعم. بتعرف قديش حكمها هاي؟ شو هاي؟ جاي التنقيب على الآثار. حضرتك ما عندك ولا أي دليل إنه عم ننقب على الآثار. جيب لي أنت دليل واحد إنك ما عم تنقب على الآثار، هلا بتركك. بس لا تقل لي عم تحفر بير بأرض مشاع. لا هيك أفهمني. قديه حكمة؟ فوق 15 سنة. شو ناوي تقعد لك شي 15 سنة؟ لا شو أقعد 15 سنة؟ شلون بدنا نحل الموضوع بدون ما نوصلها لفوق؟ والله جهد تنحل بتنحل، بس بتكلفك شي 100,000. ليش 100,000؟ اصلا لو معي 100,000 ورقه ما لقيتني عم نقب على الاثار انا. معناتها شرف معناش حطوا ابو مره. لك وين سكر وسط، طول بالك، شبك ما بتتفاوض. الله يسامحك اخي، خليهم 50,000. اخر كلمه 60، 30 الي و30 الو. هلا 10,000 ورقه ما رح نختلف عليها، خلص بتسامحنا انت والاخ، منك خمسه ومنه خمسه، بيبقوا 50,000. بس هلا ما معي. ايه منصبرك جمعه، نحن في بقلبنا رحمه، بس الهوية ما بتاخذها لا تجيب المصاري. لوين بدي جيبون؟ لهون. ماشي، الجمعة الجاية إن شاء الله مثل الوقت بتلاقوني هون. إن شاء الله. الله يخلينا ياكون. كمل إذا بدك كمل. كمل؟ حيو. حيو. كمل. حيو. الله معه. خمسين ألف. بدي كمل لطالعكم. حيو. هيه. طلعوا. ما طلعوا، ما في على لسانك غير طلعوا. الله حيو سعيد. أي النايحة؟ ليك يا انت، لا حرام عليكي. لك انت عمي فيه كمان، يا ريت عمي فيه. شو يا افندي مخربط بين البيت والاوتيل؟ حرام عليك يا تنا، حرام عليك، الرجال كل الليل ما نايم. بده ينام ينام ببيته، ما يجي لهون وينام. لك حرام حرام، انت شو خسراني؟ بس بدي افهم شو خسراني. شو خسراني؟ لما بده يجي لهون بده يجي يشتغل، يا اما ما يجي بالمره، يضل ببيته ونام قدام مرته. سعيد سعيد يا سعيد، سوي لي قهوه جوانك. احمي لك الحمام كمان. لا تعبان اليوم. لا تاخذنا بعدي، لا تاخذنا. لا تواخذيني افتكار، فكرت حالي بالبيت وزايلتنا حماتي. سناء سناء، غيرت اسمي وسميت حالي سناء. عفوا نسيت انه ما حد بحبي حدا ينادي لك افتكار. بس انا فكرت حالي بالبيت لانه لازم تكون بالبيت. قوم قوم احمل حالك وروح على البيت. يلا. لا خلاص كسرت ناعوسي. يا عيني روح على البيت، كسرت الناعوسه بتضعضع الجسم، روح ارتاح. شو هدول كلهم شايطيون؟ لا معلش، اذا كنتوا اوادي ما بصير كون انا بلا ضمير، انا عم بقبض راتب ولازم اشتغل مقابل الراتب اللي عم بقبضه. اذا عندك ضمير بتروح على البيت وبترتاح. بالعكس تمام، انا برايي اذا عنده ضمير بيضل قاعد على مكتبه وبيخلص شغله على اخر ما يرام. انا طبعا سعيد ما بقصدك انت تحديدا، انا عم بحكي بشكل عام. أنا ما بعرف أنت شلون بتحسبها يا سهيل. أنا رأيي الشخصي إنه البني آدم إذا حالته البدنية متدنية فالطاقة الإنتاجية أكيد حتكون متدنية، فهو لازم يروح على البيت ويرتاح مشان تاني يوم يطالع الفرق. لك شو حالي بدنية وطاقة إنتاجية؟ شو شايفتيني كامش خط إنتاج أنا؟ كل شغلتنا بهالدائرة ختمين وثلاث تواقيع بالنهار، مو مهزلة. يا لطيف يا لطيف، شو بتحب الأذى يا سعيد؟ يا آنسة مو افتكار، أنا إذا اشتغلت بشو بأذيكي؟ مو عم تأذيني إلي، عم تأذي حالك.
يعني إذا بدك تضلك هيك سنتين ثلاثة بتنجلط. ما في حدا؟ شلون ما في حدا؟ عم قلك ما في حدا تعال شوف. وين بدها تروح يعني؟ هي عشان ترى بدها تمشي لحالها. لك شو عم تعمل انت وياه هون؟ بيتنا. هذا بيتي مو بيتكم. انت ابونا واللي الك بيرجع لنا. بس موت بتورطوني. هلا ما الكم عندي شيء. ليش رح تخلي شيء حتى تموت؟ سعاد خانم رح تبيعك كل شيء. انا مو مثل حكايتكم ما بفكر غير بحالي. كل بيعها عم بيعها عم بحسب حسابكم فيها. من نيتكم على حالكم. رح اعطي كل واحد منكم 10,000 ليرة من حق هالبيت. اسمع على السمع اسمع، بيت بسوالف 7 ملايين 10 ملايين بدك تعطيني 10,000 ورقة الله يرضى عليك يا بيي. ولك كبران قديش بدك لك؟ يعني ما بصير غير تكوش على كل شيء. لك بيت النايحة هدوا شوي هدوا شوي. يا بي هلا امي وينها؟ استأجرت لها غرفة بالكيكية بالجبل بالجبل فوق فوق. هو صحيح ما في كهرباء وما في مي والطريق مو مزفر، بس وعدوا انه يعملوا هالاشياء كلها وينبزوها. هوا نظيف نتنشط هنيك. لك يا ابي حرام والله حرام، خليها هون بعدين بيع البيت. ما بقدر يا ابني ما بقدر، لانه كل ما يجي واحد بده يشوف البيت مشان يشتريه بحسبها مستاجره ما عم يرغب فيه. شو بدي اعمل؟ ها اجوا تفضلوا تفضلوا اجوا الزباين اجوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. زهير الجماعه مستعجلين خليه يتفرجوا على البيت. بعد هيك يكونوا بعلمكم ها أبي عم يبيع البيت من ورا ظهرنا. ليش في إشكاليات قانونية حول البيت؟ على أساس قال لي لا. ما في شيء، ما في شيء حول البيت أبداً. بيتي وأنا حر فيه، بدي بيعه. يعدمني إياك كبران. يكونوا بعلمكم ها، إذا أخذتوا البيت ما راح تتهنوا فيه، لأنه راح نلاحقكم قانونياً. تعرفوا ليش؟ لأنه أبي مو بكامل قواه العقلية. سد بوزك للصبصيس؟ أخي بطلنا هالشروة وجوه البيع والشروة. لا 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 قولوا بالكم، لا تستعجلوا يا شباب، لازم تتفرجوا على البيت الأول. هذا مو حكي، قول في مشاكل. يصطفوا اخي، لا تشتروا البيت، الفاحل بتمناه، لما تجيب لي هيك زباين، ولا انت وياه، هلا كل شغله مثلكم تطلعوا لي فيها سنجع عرض انت وياه. حقنا وعم نطالب فيه. انتوا ما عندكم حق عندي، يلا شرفوا طلع لبرا. لا بابا، ما بنطلع من هون تكتب لنا حجه بهالبيت. شو؟ حجه حجه، واذا بدك هلا بنجيب الشهود بنعملها. واذا ما كتبت لكم شو بتعملوا؟ رح نحبسك جوا طول عمرك ورح نناوب عليك بالدور. شو قلت؟ قولي. قول لا تستحي. لك عقول رجال. لك ابني بعد من وش التلفزيون. ايه لحظه. ماما شو عم تعملي؟ شو عم بعمل يعني؟ مالك شايفني عم تفرج على التلفزيون؟ شو بدك؟ سكي. مالي فاضي اسمع لك هلا مالي خلق. مو تسمعيني امي مو تسمعيني. سكي كتبي الراشيتات لابي. شوف اخوك حسام. ما حسام اللي اقترح هالفكره، قال انت مرته مجبوره فيه. وانا اقتنعت مثل العاده. هات لشوف خلصني هات. وهي عده الكتابه. السلام عليكم. كل هدول؟ شو ها؟ لاقطين دش؟ فوت لجوا فوت لجوا. يلا فايت فايت. مين انت؟ انا مرت عمك ابو زهير. ام زهير؟ كيف زهير؟ انا مالي ام زهير، انا سعاد. اهلين. دهلي لامك لشوف. ايه يلا طياره. زهير امي. يا مو شوفي ام زهير. اهلين سعاد. خير فوت لجوا. ما في تفضلي. تفضلي. لا معلش انا شايفتك مو مبسوطه بشوفتي. هلا لا تحاسبيني مبسوطه ولا مالي مبسوطه. تفضلي. لا معلش بس جاي اسال عن جوزي، طلع من الصبح ولهلا ما رجع. بجوز يكون سهران بشي محل. لا مو اكيد لانه قال لي استنيني على الغدا. بجوز يكون نسيان، هو ذاكرته صايرة على قده شوي، ما لاحظتي هالشي؟ الصراحة أنا خايفة عليه من ولاده، طلع من الصبح على أساس يورجي واحد على البيت. هلأ سعيد ماله هون، راح يشتري الدواء ويوديه على المستشفى، بس يرجع بقله. طيب، عن إذنك. سعاد، ما تواخذيني، أنا هيك شوي معصبة. معلش، عن إذنك. لك عملتكم افتحوا لي! ما راح افتح لك. لك افتحوا لي ما عاد فيني ما عاد فيني. شباب مسنوق وكل غياراتي مو هون عند سوسو. قوم افتح له قوم. لك
شو هاد؟ حبس رسمي؟ حبس الشرطة مو مسكر هيك؟ حابسيني؟ الله يعدمني إياكم. الأب اللي بيكب ولاده الحبس قليل عليه. ما معي قلم هلا وقع لكم الحجة. ليك الحجة جاهزة وتوقيع الشهود جاهزين والقلم جاهز، تعا وقع. إيه ماشي الحال. رح أوقع. يا حوالي التربايتي فيكم، أعطيني القلم لشوف. مسيك. هي وقعت، فكوا أسري بقى. بالله. إيه هذا مو توقيعك، بدك تضحك علينا؟ إيه لا، أنا غيرت توقيعي، هيك صار هذا توقيعي. ها. معناها بصوم طالما غيرت توقيعك. أنا أبصوم؟ شو شايفني أمي قدامك؟ أنا حامل الشهادة الابتدائية، والشهادة الابتدائية على زماننا، مثل الجامعة هالأيام. لك. يا بابا يا بابا أرجوك ليش هيك عم تعاملنا؟ بصوم أحسن ما رجعك الحبس. ما ببصوم، رجعني. مين؟ يا عمي أبوك هون؟ يا بابا! تعوا احسن ما اخلع البوابة ها! لحظة اهلين عمي سعيد. بلا تلبسي، ابوك شو عم تعملوا؟ ابو زهير! انا سعيد! اولادي حابسيني بدهم يموتوني مشان يرتوني! لكن انتوا ما بتستوعبوا على دمكم، ما عندكم شرف؟ نحن اللي ما عندنا شرف ولا مرته اللي عرفانته خرفان وقاعد عم تلعب عليه؟ روح افتح له الباب، روح افتح له، روح! افتح! سوسو! لك حلو عنده باب، لو كنتوا عم تشتغلوا بهالوقت اللي عم تضيعوه على الفاضي كان صار عنكم 200 بيت مثل هالبيت، حلو عنه! عمي، هذا البيت ما بينباع إلا على جلستنا. لك يا عمي أنا من طرفكم، وبعرف إنه أبوكم غلطان، بس ما بتقدروا تعملوا معه شيء، إذا صمم يعمل هيك يعني هيك، ابن النايحة هذا ننح، نتح، تنح! ونحن خلفته، يعني إذا قلنا هيك هيك، البيت ما راح ينباع. طيب، أنا ما بقى أتدخل، اعملوا اللي بدكم إياه. بس برضاي عليكم سكروا انه بيضل هذا ابوكم، ما بدي فضايح بعيلة النايحة انا. عمي كل اللي شايفه قدامك تمثيل بتمثيل، مشان يتراجع عن قراره، نحن ما بنعمل شيء الا ما يرضيك. يعني عم تخطط انت، طب لي المفتاح من خليتي. اسمعوا شو عم قلكم، انا مالي فاضي لكم 100 مشكلة براسي ها، ما بدي ضل رايح جاي مثل مكوك الحايك من وراكم ورا ابوكم ورا سوسو سوسو ابوك. لا تقل لي بريء هالمرة. شو بريء ومتهم؟ أنا كل قصتي ماشي بلا هوية وقفوني. ما أحلاك تحكي قبل ما وليد يعمل لك اللازم ويرفعك فلقة. مصطرتك مرقة عنا. يا أخي قولولي شو التهمة مشان اعترف فيها قبل ما وليد يعني يعملنا فلقة. يلا غشم حالة وقلي كنت ماشي صدفة بموقع مكان الجريمة الساعة واحدة بالليل. طيب بشو أحلف لك أني كنت مارق صدفة بمكان وقوع الجريمة الساعة واحدة بالليل؟ بيتك وين والشارع وين؟ شو كنت عم تعمل الساعة واحدة بالليل هني؟ بيت أخي هنيك، واسألوا إذا مو مصدقين. طبعاً بدك تلاقي فتوى، يا كنت عن بيت أخوك، يا عند رفيقك، يا الله أعلم. عم قل لك إذا مو مصدق اسأل. إيه ما بدي اسأل. يا وليد! هذا الزيدي! سوقه! هذا الزيدي! لحظة، لك أنا مواطن شريف يا جماعة، مواطن محمي بهالبلد وإلي حقوق، ولائحت حقوق الإنسان هيك بتنص. مبين الشرف عم يزرب من كعاب رجليك. إيه ما في شهر صلتوا مشرفينا كذا مرة أنت وأفراد عائلتك الكريمة. سوقه! امشي! لحظة ما بسمح لك تحكي على بيت النايحة. امشي! أنا ما بنساء بمشي لحالي. امشي! إيدك! خلعت لي إيدي إيدك! امشي! شو شايف رحت ورجعت بسرعة؟ كنت قول راجع كنا وصيناك على كم غرض. سد حلاك ولا؟ أمرك معلم. قوم ساوي شاي. على عيني. غفي! انت دير وشك لهني. امرك معلم. قال دوري قال. اجا الانايره. اخي. مساء الخير عمو. مساء الخيرات. عمو ابي طلع لعند بيت عمي ابو زهير ولهلا ما رجع على البيت. ماشي فوتوا فوتوا فوتوا. عمي انا وين بقدر نام؟ بتقدر تنام بتفوت بتنام مطرحي. لك شلون جايك نوم وابوك مو مبين له اثر لهلا؟ وين بده يروح يعني؟ شو أول مرة أبي بيختفي؟ لا فوتوا فوتوا روحنا روح. خلاص محلول الشغلة، أنت الثاني كمان فوت نام، أنا بروح بدور عليه لحالي. يعني قولتك عمي ما حدا بيعتب علينا إذا نمنا هلا؟ لك مين بده يعتب عليك؟ روح بنوش أحسن ما حدا حكفر لك سنانك. روح بنوش. اصبع على خير. يعدمني إياكم كل بيت النايحة، ما في غير أنا. استلم. طلعون ولا؟
جرمك انت؟ سميح خراس. امرك معلم. خراس على عيني. ممكن اعود على الارض ولا شو عامل؟ ماني عامل شيء. مارقين بحالة الحوارة، مسكونا الشرطة قالت لها ارسلها هونيك. معك هوية؟ لا ما معي. صبرك بصبري انت، انا كمان صار معي هيك، والاخ نفس الشيء. ليش حضرتك مو نزيل دائم؟ لا انا اتردد احيانا على القاوش بتهم مختلفة، انا وكل افراد عيلتي. سميح. نعم معلم. قوم اجلي. لك اخي. تعال هون، تعال هون. جيبه هويتك. هويتي سيدي لسه ما طلع لي، ما طلع لي هوية. والله نكت يا سيدي، انا طلعت من البيت مستعجل فنسيت الهوية. اطلع السيارة سيدي. على شو بدي احلف لك انه اول مرة بنساها؟ اطلع بالسيارة، اطلع بالعقل ان شاء الله. انت شو بيقربك سعيد النايحة؟ سعيد، سعيد النايحة، هذا اخي من امي وابي. والسبع تنكات، انتو معكم واحد ادمي من بيت النايحة؟ عفوا سيدي، نحن مشهود لنا بالادب والاخلاق، ما بتصدق روح اسال من غير ما اسال. انا مصلي هون شهر، صرت متعرف على كل العيلة، كبار وصغار، نسوان ورجال. يا ولي يا سيدي. يا امي شو؟ حاضر سيدي. مرشي اخي. هلا هلا. شو جرمه؟ سميح. نعم معلم. خراس على راسي. سعيد اخي سعيد. منصور. منصور حبيبي. لك شو جابك لهون؟ كنت عم دور على حضرتك، انت اللي شو جابك لهون؟ كنت ببيت اخوك ابو زهير عم حل مشكل، عفطوني بالرجعه ما معي هويه. لك شو صاير هني؟ لك مسروق محل. لا تعيط علي هون، لا تعيط علي. وعلى اي اساس عم يقشونا كلنا؟ على اساس انه المجرم بيحوم حول مكان الجريمة، عرفت شلو؟ ايه تفضل تفضل منصور. ولا مو مساوي قهوة؟ سلقت بدني، ما كانت تستنى معك السباحة ساعة زمان؟ مليت، بعدين لا بتضحك ولا بتبتسم، شو قاعدة بجنازة؟ هي جاي تعلمك مو جاي تخطبك. ولو كان، المرة مو حلوة جدية كل هالقد، لازم تفك العقدة، مو مشاني مشانه ونستها. ما عم تشوفه لرامي؟ لا، من يوم الحادثة ما رحت لعنده. ولا هو عم يجي لعندك؟ يمكن عرفان اني زعلان منه. ليش زعلان؟ شو ليش زعلان؟ ما هو سبب الحادثة؟ هلا لا تعلق اغلاطك على مشهجة بالاخرين، الرفيق بضل رفيق واللي صار صار، الغلط غلط. ما اختلفنا، الغلط غلط. اي بس كمان رامي عليه الحق، قاعد جنبي بالسيارة، دعس بنزين دعس بنزين، تتحداني تحديته، خبطت الرجال، لزقته بالحيط، دخلت انا على الحبس. هلا كل ما غلط معنا رفيق بدنا نقطع له كرت ونقاطعه، لازم نسامح بعضنا. ما بتعرف الشاعر شو بيقول؟ شو بيقول؟ اسمع لقلك. هلا مرت معي. وينها؟ ليك اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لم تعاتبه. لا تعاتبه. المهم مزبوط حكيك حسام، مزبوط. بس خايف اذا رحت لعنده يفكرني جاي اعتذر. لك شو في يفكرك تعتذر؟ ما انتوا رفقه عادي. اي لا ما بحط له يا هواطي لرامي. علاء
يلي بيعتذر من الثاني بيكون احسن منه. ما بتسمع الشاعر الثاني شو بيقول؟ لعي شو بيقول؟ اسمع. قال ملأ السنابل تنحني بتواضع والشامخات رؤوسهن فوارغ مدري العكس، ما ماني متذكر. المهم يعني هلا برايك روح لعنده؟ مثل الطير الطاير، ما يكون عندي رفيق مثل رامي، ما بتكنس من عنده، بتكفي الهوايات اللي عنده على السطوح. بس الوقت مو متاخر، لسه الساعه 8 ما صارت، ولا خايف تروح لعنده بالليل؟ مو خايف، بس بركي اهله كانوا نايمين. ما طول عمرك بتكحف لعنده بالعشرة وبالإيداعش. قوم. طيب رح قوم، رح اخذ اذن البابا، اذا سمح لي بروح لعنده دغري. يسمح لك قوم. شكرا حسام، شكرا. على راسي، اقنعتك ما؟ حبيبي، ميسرة. الله معك. تضرب منك لرامي. عود خلعت لي رقبتي، بدي احكي معك كلمتين، عود. اسمع بابا، اهله لرامي ما عم يتضايقوا من قعدتك عندهم؟ بيتضايقوا؟ بالعكس ابي، بالعكس اهله لرامي بيعتبروني نموذج، بيضلوا بيقولوا له شوف علاء دروس مثل علاء، كل مثل علاء. طيب يعني شايف انا القصة من طرف واحد، ما فيها شيء متبادل؟ متبادل؟ شلون مو متبادل؟ طبعا متبادل ابي، رامي بيعزني اكثر ما بعزه. ما شفته سارك ولا مرة لهلا. نحن لا عندنا لا خيمة ولا سطح. بابا معلش اعزمه لهون على الصالون ولو على فنجان قهوة على القليلة. خلاص ابي ولا يهمك، المرة الجاية بعزمه. انا كنت مفكر اذا جبت رفقاتي بتتضايقوا. لا يا علاء، لك انا بكبر فيكم، لك ابي بدي اياكم تبينوا رجال قدام رفقاتكم، قلكم كلمة مو طراطير. بس انا بقول لك نينجا، اني ما بخلي حدا ابدا ينزل لك شعره باذن الله. الله يخلي لي اياك يا ابي، هات بوسي. ها خلص ولا يهمك، انا بعزمه. يلا بابا، يلا روح على دروسك، الله يرضى عليك. ولا يلا. يهمك ابي، على السطح تحت الخيمة. ولا يهمك. يلا. يلا خاطرك ابي. الله معك يا عروس المجد. ما بلكي بحفظ مثل سلوى؟ ها يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا زيولش. ما عم تحفظ سلوى. نعم بابا. شو عم تعدي بابا؟ عم ندرس. ما بدك تاخذي استراحة؟ بدك شاي؟ ايوه نعيني. هي قبل هي، بس ممكن نحط لي سمسوم معك شوي؟ بالحفظ والصوم بابا. ولو اهلين حبيبتي. اهلين ماما. كيفك امي؟ مساء الخير سعيد. مساء النور. شو هلا خلصتي؟ ايه. اما شو طالب يا سعيد؟ بيحطنا كلياتنا بقرنه جيبته الصغيره، عنده له خصوصي، ها تليفون وكمبيوتر وستلايت. هذا من عدد الشغلات اللي ما بفهم شو هي. الله كريم جمانة، انا لو خلصت حفر قبل ما يطلعوا لي اولاد هالحرام كنت جبت كل الشغلات اللي عم تعديها واكثر من هيك. تصور اعطوني 700 مو 500 مثل ما لنا متفقين. مسك. شو بدها تساوي 700 ورقه؟ يا دوب يكفوكي تتبهدكي فيهم وتروحي فيهم لعند الكوافير. راتبك مع التعويضات 5000، وراتبي مع التعويضات 5000، هي 10 و700، و10 من منصور هي صاروا 20 و700، و30 الا 700 الثانيين منين بجيبهم انا؟ لازم تشتغل انت كمان سعيد، ما كان لازم ترفض الكازينو. معك حق، لازم اشتغل بالكازينو، بس شلون بدي اشتغل بدون ما حدا يعرفني؟ ايه عرفوك. شو هالشغلة؟ الشغل مو عيب، هي أنا عم بشتغل. بس ما عم تشتغلي جرسون؟ ما بعود إله عين الواحد يورجي وشه للعالم، ابن النايحة وجرسون. بس شو بدي أعمل؟ القلة بتخلي الآغا يحمل سلة، مالي غير روح أنا ومنصور لعند هذا أبو بطيخ. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا زيولش. ما عم ينحفظ، ما عم ينحفظ. مشان هديك المرة ما تكون زعلت منا. ها بالعكس، حقه، أنا فهمانه منيح. يا ريت كان عندي شغله تناسبه اكثر من هي، ما كنت حصلها. كتر خيرك. يعني بنقدر نبدا الشغل اليوم؟ ايه طبعا. تعرف اخوك مزروق على المصاري. ايه بعرف، ما كل الموظفين بيبقوا مزروقين. حلو كثير، ظريف. بس يا ريت تعطيني فكره عن شغله الجرسون لحتى ما فوت المحل بالحياه. جرسون؟ مو صفيان. لما رفضت انت هذيك المره دبرنا واحد، معلومك انا ما بقدر اترك الصاله بلا خدمه. انت صالتك تتركب على خدمة. أنا صالتي. شو صفيان؟ مساعد جرسون بلم البوش عن الطاولة. اسمع لقلك، أنا هديك المرة كسرت مصاري على مدخاري وقبلت اشتغل جرسون، بس مساعد جرسون مستحيل. لك شبك لعمى بقلبك، أنا موظف بهالوطن ومحمي. شبك طول بالك أخي، خلينا نتفاهم معه. لك أنا شو بدك فاهم؟ لك يعني لم البوش عن الطاولات؟ لك لا، بس أنت جرب
جرب الشغله يوم يومين اخي. ما بدي جرب، جرب انت. منصور راح دوخ وكسر محله. طول بالك. ايوه سعيد اخي سعيد. ابو شوكات اذا صح لك شغله محاسي عرفت كيف؟ قرصون انقشنا. ايه طلطل طلطل منصور تعال بزر تعال. انت كل مره بتعمل معي نفس القصه. لا منصور بدك يعني انا لبني بزباله العالم؟ لك يا اخي شو فرقت هي الشغله عن هديك الشغله قرصون وغير قرصون؟ كنا كنهديك. لا مو كنا كنهديك، القرصون على الاقل ريحته حلوه او عين نظيفه مرتبه مو مثل هداك. شوف انا اخر مره بحكي مع ابو شوكات عم تخجلني معه. يا سيدي الله يغنينا عن ابو شوكات تبعك. راح دوخ منصور. ماشي ما دوخ. سهيل بدي اسالك شلون عم تدبر حالك لاخر الشهر؟ المعاش عم يكفيك؟ شباب المعاش ما يكفينا، المعاش دوبه يكفينا لربع الشهر. لو بدنا نعتمد على المعاش كنا اكلنا اكلنا هوا. طيب يعني على شو معتمد انت؟ يعني شو بدي اقول لك اخي سعيد، انت مو غريب. انا عندي ثلاث دنومات زيتون ودنوم تفاح، لولا هدول الدنومات كنت هلا رافع ايدي ورجلي وعم بشقى. وانت عم تشتغل فيهم؟ لا ما بلحق اشتغل فيهم بالوظيفه، الوالد متكفل بالموضوع. يعني اذا دبرت لك شغل بعد الظهر بتشتغل؟ ايدي بزنارك، دبر لي شغل، ايدي بزنارك، ليش لا؟ حتى لو كان كازينو. الكازينو بالعكس احلى، الشغل بالكازينو شغله حلوه كثير، على القليله بتشوف شوفات ظريفه يعني. بس انا مو مطرب راح شغلك، راح تشتغل انت بمجال الخدمه. حتى لو قرصون ليش لا؟ لا مو قرصون، اقل يعني لمبوش، تنظيف طاولات، هيك شيء. ليش لا؟ حتى لو مرمصون، شغلني شو ما بدك، الشغل مو عيب بشتغل. يعني زبطك؟ لانه لي اثنين رفقاتي كانوا موظفين مثلنا، بس هدن كانوا يضبوا ايدهم ما يبعزقوا المعاش، صار عندهم كازينو ولازمهم عمال، شو رايك؟ فكلنا على الله. ما عاد تنشغل. مرحبا. انت هون سهيل؟ دورت عليك بالمكتب ما لقيتك. خير شو في؟ طلعوا امبارح جايين جماعة الرقابة والتفتيش بعد ما طلعنا. الرقابة والإخ والتفتيش وفتشوا. الله يسامحك يا أفتكار. طيب قلت لك امبارح، قلت لك خلينا نقعد بالمكتب نشرب قهوتنا هونيك بلا ما نروح، قلت لي لا خلينا نروح. عجبي لا تهز بدنك، فخار يكسر بعضه. على كل حال البهدلة ما بتجي إلنا، اجت للمدير وخلصير. لك شبك انتي؟ يعني إذا كان المدير مهذب وآدمي وأخلاقه عالية بتستوطوا حيطه؟ لك ما بيلبق لكم غير مدير بالصرماية عاملكم. يو العين صاير أفوكاتو حبيبي. بس تصير رئيس قسم أبقى لا تطلع بكير. امشي سهيل، امشي عزمتك على قهوة. بس أنا والأستاذ سعيد عنا هيك مشوار شغل بعد الدوام. ايه بنرجع لهون سهيل. طيب أنا عندي اقتراح ثاني. شو رأيك أستاذ سعيد بتروح معنا بنشرب قهوة وبعدين نحن أنا وياك بنروح على شغلنا والآن افتكار ثناء بتروح على بيتنا. لا معليش عم بستناك هون. سعيد إذا أنت زعلان من ثناء لا تزعل ولا يأخذ على خاطرك، لأنه ثناء قلبها صافي مثل اللبن الأبيض، بس هي يعني مشكلتها أنها شوي بتحب الصراحة. اي ولا يهمك، انا وسعيد ما بنزعل من بعضنا، صرنا اكثر من كذا سنه بالنائر دي. بعدين اذا بدك تراضينا سهيل نتراضى مره تانية، مو هيك استاذ سعيد؟ ماشي، اصلا ما في شيء بهالدنيا بيستاهل الزعل. شو يا تعرف بيطلع معك؟ يا استاذ سعيد انا مو مشان راضيكم، بس انا حابب انه باقي الاقسام جاكرهم وفرجيهم قديش علاقتنا نحن منيحه وكويسه، مشان يتجاكروا ويساوونا قدوه ويعتبرونا نموذج لهم. الله يخليك يا سهيل، بدون المحاضرات الأخلاقية روح أنت وافتكار تكورتوا القهوة وارجعوا. طيب شفت شلون زعلان؟ قوم امشي معنا، قوم روح امشي اتركها. أميلة وين رايحة؟ رايحة على المديرية استلم الراتب، بجوز اتأخر شوي بالسوق. وتعملوا مشاكل بغيابي؟ لا أمي ما بنعمل مشاكل. ماما أنا عزمت رفيقي رامي لعندي، تسمحي لنا ناكل؟ شبك عم تسأل كأنه حاطين قفل على الأكل؟ طبعاً معلي شي.
بس انت ما لقيت تعزمه غير هلا وقت اللي ما في شيء. مو بابا اللي عزيم رفقاتك؟ خلاص ما زال عزمته انتهينا، حط له شوفي بالبيت ما رح يعتب عليك. طب ماما اعملي لنا قهوه الله يخليكي، بس يجي انا بسخنها. ما بعرف انا ساوي. سلوى بتعمل لك. امي سلوى جئره ما بتعمل لي، ما بتعمل لي، ما بتساوي غير لسمسوم. سلوى. نعم ماما. تعي تعي تقبريني، اخوكي جاي لعند رفيقه، عملي له قهوه من شاني. وليش هو ما يساوي لحق؟ ما بتعرف تساوي لحالك قهوه؟ كان عمل لحاله تقبريني، بس ما بيعرف يعملها القهوه، بعدين مو طيبه بتطلع معه. معلش كرمالي حبيبتي كرمالي. بس قهوه مو على الطلعه والنازله. سلوى هاتي سلوى جيبي سلوى، مالي فاضي عندي دراسه. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، بس على اللي بيعلي صوته قدام امه وما بيحترم اخواته. اخ يا عيب الشوم. طيب ليش علاء بيقدر يعزم رفقاته وانا ما بقدر اعزم رفقاتي؟ لانه صبي يعني؟ خلص بقى بلا حكي فاضي. في مره عزمتي حدا وقلنا لك لا؟ شو هالقصه هي؟ علاء سلوى ما عاد تقلي عيب الشوم. ما عاد لك يا عيب الشوم، اعملي لي قهوه. انواع التراب في الوطن العربي. هلا هلا الله لك ان جاب الغلا. شو سوي؟ ان شاء الله انبسطتوا. اهلين تعيد، شفتي اجا. اهلين تعيد، ما فكرناك طلعت يا اسمي يا رجل. لا كنت عند الاستاذ نزار. معقول وعدك واطلع؟ انا اصيل. انا شرف. جاهز؟ جاهز مثل ما بدك. يلا عن اذنك افتكار، منك شيء؟ سناء سناء يا اخي. حقك على راسي، انا اسف، انا كثير سناء غلطان، بعتذر يا سناء. يا سناء بسيطة، قدام سعيد معليش، بس قدام الناس يا ريت تفكر قبل ما تحكي. سهيل الله يصلحك يا استاذ سهيل، ما الآنسة افتكار غيرت اسمها مشان ناديلها بالاسم جديد، ترجع انت بتناديلها افتكار. يا اخي ما عادت افتكار، غيرته افتكار. وانت كمان لا تقول افتكار. حاضر، على راسي آنسة سناء، شرف افتكار. سهيل سيك. أهلين رامي، كيفك؟ هلأ صرت كتير منيح، أنت كيفك؟ تمام. شو أخبار البكالوريا؟ إن شاء الله عم تحضر منيح؟ طبعاً عم أحضر منيح، ما أحلاني ما أحضر منيح. كتير منيح. الأدب العربي شو أخباره؟ يعني بلشتي فيه؟ ختمته مرتين. ما شاء الله. طيب الرياضيات؟ إيه؟ بدك تضل عند ساعة البكالوريا أنت وياها؟ فوتي سلوى، يلا بسرعة فوتي درسي اشوف. فوتي فوتي. عن اذنكم. اذنك معي. شبك هلا؟ شو في؟ حدا بيسأل طالبة بكالوريا إذا عم تحضر للأدب العربي ولا لا؟ لكان شو بدي أسأل؟ سؤال موسيقى، رسم، تدبير منزلي، طويل، شعر طويل، مخ هبيل. أستاذ سعيد غالي علينا. كابتن ألف غيرك يسنموا هالأنامل. بس سؤال إذا بتريد يعني من بعد إذنك، إيه ما بقدر بستلم الشغل يعني؟ من اليوم إذا بدك. من اليوم ممتاز، بس فينا نأجل هالقصة لبكرة، ماني جاهز اليوم. إيه لبكرة اتفقنا. مرسي تكرام. لازمك واحد تاني. بدي عامل جوا على جل الصحون وعدة الأكل. في تحت إيدي واحد قبضاي ونضايفي وأمين، يعني شو بدي قلك؟ إذا في بخزنتك 20,000 ليرة والخزنة مفتوحة ما بيمد إيده عليهم. اللي بده يدني نفسه ل20,000 الله لا يعطيه العافية، والخزنة اللي فيها 20,000 تنسري حد جهنم. معك حق. شو 20,000؟ بصراحة أطيب قهوة بدوقة بحياتي. لك علاء قهوتكم كتير كتير ظريفة. ايه في كمان؟
سلوى سلوى. نعم. تصوري سلوى تصوري، رامي بده كمان من قهوتك. على راسي. علاء هي بالذات ما حبيتها منك، يعني شرطة إلا إنه رامي اللي بده القهوة، إلا بدنا قهوة وخلصنا. ما حلوة هلأ بتقول عني غليظ. ما بتقول عنك غليظ، سألني أنا عن سلوى، أختي سلوى ما بطلب منها طلب، أنا بالذات إلا بتساوي لي إياه. ليش قاعدين هون؟ ما تدرسوا بالأوضة؟ إني هون أحسن، حسام ما بيخلي حدا يعرف يدرس معه. إيه مزبوط خالي، وأنا قلت له إنه خلينا نروح لعندي على الخيمة ندرس، ما كان يقبل. هون وهونيك ابني نفس الشيء. طالما أجيتي أنت كملي لهم القهوة، أنا عندي دراسة، بكالوريا، مالي فاضية. روحي تقبريني، روحي ادرسي، ولا يهمك، يلا رح أعمل قهوة أنا. علاء خلص ما في داعي، أنا صار لازم روح. تروح معي؟ بروح بس بشرط. شو؟ أول ما منوصل على بيتكم منطلع على الخيمة بشان نلحق ندرس. ها قرب الامتحان، قرب الامتحان. بس ما بشوف أختك ميادة. مثل ما بدك. ماشي رح ألبس. يلا منصور؟ ايه؟ انا تعبت خلينا نمشي. لا عشان نمشي، ما لنا ماشيين قبل ما نخلص الشقة كلها. بنكملها بكرة. بكرة بدنا نبلش بالشقة اللي قدامنا. لكن شو بيصير إذا تأخرنا لنا يومين؟ يا عم المصاري بده يطلعوا لي من الشقة، بدنا نتجوز فيهم. بسيطة، إذا تأخرنا كم يوم ما بيأثر. لا بيأثر. انت ما بيأثر معك بس انا بيأثر، صرنا 4 سنين عم نطمن. اللي استنى 4 سنين بيقدر يستنى جمعة زيادة. اخ دخيلك يا عمي، دخيلك انت وبنتك شو قلبك بارد. على اساس شغلتنا بس جمعة، قامت راحت مطت لها 3 سنين. على اساس يومين ثانيات مطت لها 4 سنين، لك خايف يصيروا 5. لك يا عمي لو عم نضغط عليك ولاحقينك كل يوم مشان تتجوز، لك حق تحكي، بس نحن ساكتين وعارفانين اللي فيه، ما في داعي تستعجل. أنا مشاني عم استعجل، مو مشانكم، بكرة لما بتمل، ما بدي إياها تكرهني. طالما أنا موجود ولا يهمك، بدي خليها تضل تحبك غصب عنها، بنتي وأنا بعرفها. ما بدي غصب عنها، بنتي بطيبة. لو ما بتحبك، ما استنتك 4 سنين. لأنها بتحبني، لازم أشتغل وأنهي الموضوع، ما لازم أقعد، ما لازم أقعد. اشتغل، ما حدا عم يقلك روح، أنت خليك، أنا اللي بدي روح. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا أنت رحت أنا شو بدي أقعد أعمل حالي هو؟ نعم، حلك تتعلم المصلحة، صار لك سنة ونص معي. أنا ما كتير متحمس لهالشغلة، حاسسها إنه مؤقتة ما بيمشي الحال. وليش مؤقتة بقى؟ لا يعني ضل طول عمري عم بشتغل شغلتين، ما بيمشي الحال وظيفة والشغل. شغلتين ووظيفة؟ شو بدك بالوظيفة؟ اترك الوظيفة، ما بدك الوظيفة، هون عم بطالع أكثر من وظيفة. طيب، أنت علمني المصلحة وبعدين اتركني لحالي وروح. إيه، بعلمك بكرة. بس اليوم مالي فاضي، بدك تدير بالك. ها ما في امل اليوم؟ لا ما في امل، انا مالي فاضي، انا مو شاب مثل حكايتك، بعدين انا تعبت وما بدي اتجوز. سلام عليكم. البطاقه التي تحمل الرقم 39543 39543 تربح 50,000. غير لنا على السحب، حط لنا على قناه ثانيه. بس شي 5 دقائق يخلص. ليش عم تتفرج عليها؟ سحب لك شي ورقه يعني؟ لا بس مسجل رقم الورقه اللي حضرتك شقتي فيها. ما تشوف. لا خلص ما في شي. اعطيني. سجل عليها رقمين. في هذا صاحبي سهيل عرفتيه تبع، هو ساحب نمره وطلب مني اني شوف له اياها. اوعك تكون اخذ شي ورقه جديده. ها ساسوكي، قومي خدي اخوكي وفوتوا لجوا.
ابي بس تشرب شاي. صاحب مساج حضرتك، قوم فوت لجوا الضب. 23 80 2023 تربح 50,000. انت شلون بتحكي معي هيك قدام الناس؟ لو ساحب نمره رح خبي عني، ولد صغير انا. لا مو ولد صغير، بس اذا تعودت هالعاده بتصير معك سوسه. لا تخافي، خلينا نشوف. ربحت، شو مالها ربحت؟ ربحت 5,000 ورقة؟ اوعك تقول لي إن الورقة اللي شقيتها هي اللي ربحت. لكن بلا اللي شقيتيها شوفي. ما كنت عرفانة إنه بدها تربح. الله يصلحك، هلا لو اجونا 5,000 كانوا بيمخصونا هدول. 5,000 لا بيزيدوا ولا بينقصوا. لا سيدي بيزيدوا بينقصوا، أنا عندي مصاريف بلاوي، عندي تصليح سيارتي، هويتي مرهونة، الرجال المريض اللي أنا مبلي بمصاريفه. لك أخ هذا اللي ما بيحسب واللي ما بيحسب ما بيسلم. 5,000 أخ، 5,000 لك على القليلة كانوا رفعونا 5 سنتي من جورة اللي نحن فيها. وين كبيتيها؟ بزبالة. كبيتوا زبالة بالحاوية؟ لا، ليش أنت وولادك تشتغلوا شغلة إذا ما حدا قالكن عليها؟ مين؟ مساء الخير خديم حسام. أبو حسام هون؟ إيه إيه هون. سعيد؟ أهلي يا سرور، تفضل. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلي يا سرور. شو أنت إذا ما حدا سأل عنك ما ببين؟ لك أخي أنت شغلتك أهون مني، أنا متجوز، أنت عزابي. صحيح أنا عزابي، بس شغلي 24 ساعة بال 24 ساعة حبيبي. خلص بنعتذر ها. شو قهوتك؟ وسط. ساوي لنا قهوة وسط. تفضل. يلا يلا. شرف شرف. أهلي وسهلين عمي سرور. شرف أخي، هي 50,000 ورقة مشان بكرة. لك يا هيك الاصدقاء يا بلا، انت اصلي لك سرور اصلي، كنت محتار بني بدي امنهم انا. ما بتصرف منه ولا فرنكا، وعد الجماعه رجع لهم اياهم بكره. شلون هي؟ اسمع لالا اعرب لي اياها، اذا اخذوهم هدول زوار الفجر النصابين شلون بدك ترجعوهم؟ ولك انت ما عليك، انا ديبك. ايه ديبي. زلي هدول معلم. كيلو بدك؟ كيلو. ولا قال لك قديش بدهم ليصيروا كيلين؟ شحبتين ثلاثة. بأمرك. زلي هدول. كم كيلو بدك؟ كيلو. ولا يلا خليهم كيلين. قديش بدهم ليصيروا كيلين؟ شي حبتين كمان. يلا رح جيبلك. وي حبتين ثلاثة. يلا خليهم طابخين. هات لهلا. يا سلام. تمام. شو بدي هاتي على حياتي؟ هاتي مصاري. ما معي. وأنا ما معي. دي؟ معقول الحكي؟ اسمعي لالي. معلم، قديش بدهم ليصيروا كيلين ونص؟ كمان حبتين. اللحظة، تعي نقي حبتين. أصلاً كل الحق عليكي، شو بتطلعي من البيت بلا مصاري؟ من وين؟ شو من وين؟ ليه ما حكيتي؟ شفتك انتخيت وبدك تشتري، قلت اكيد في بجيبتك مصاري. انا كنت معتمد عليكي، انا ما معي. وانا ما معي. ايه منيح اللي الله سترنا عند الخضري، ما لحقنا، تخيلي لحقنا ونحن راكبين قدامه. ان شاء الله يحل لنا اياها. جرس الله. جرس الصبح مثل جرس الليل، اكيد في ورا بلوي. صباح الخير ابو النصر. صباح الخير. من طلعت الضو خرمت عليك، قلت بشي انا وشمانا بنشرب قهوه عندك، تفضلي. من الصبح وهو يقول لي منصور ومنصور، منصور ومنصور، قلت له يا رجال خلينا المساء، قال لا الا الصبح. يعني ما بعرف، ما في اضطرار لهالمخاتله؟ يعني شو الله جابرك حتى تخاتليها مثله؟ ليش هيك عم تحكي؟ شو قصدك؟ قولوا قديش بدكم وبلا لف ودوران، انا بدي روح على شغلي. روق ابو النصر، نحن رحنا عند الخضري نقينا شوية خضرة لوفاء، هي مرته لهذا الرجال اللي ضربوا ابني ولزقوا بالحيط. بعد ما نقينا الخضرة اكتشفنا انه نسيانين المصاري بالبيت. ها بسيطة، رجع على البيت وجيب المصاري. المشكلة انه بالبيت ما في مصاري. قديش بدكم؟ ما بتفرق اخي، اللي بيطلع من نفسك منيح، 500 600 1000، انت وبقايا ضميرك. خلاص خود هي 500. وقف على حيلك ناولني اياها، اخوك الكبير انا. هي 500 اكيد انت ما رح تشتري لها اناناس وكاوي. لا رح جيب لها بطاطا. لمين؟ لوفاء. لك ليش شو الموضوع؟ شبهك هي مرته للرجال اللي خبطوا ابني ولزقوا بالحيط، كم مره بدي اعد لك اياها؟ يلا شو مالها؟ شو؟ جبت المصاري؟ ايه جبتهم ولو.
بس خفت انتم ما تجوا لاني مضطر على الهويه انا. قلنا لحالنا خلينا نتاكد بالاول، بدك تجي لحالك ولا بدك تجيب معك حدا؟ لا يا معلم انا بدي سلتي بالعنب، انا بس بدي الهويه، مين بدي يجي؟ هات مصاري بالاول. تفضل. مو ناقصين؟ عدون. هيك عدون. فينا نستلم الهويه بمعيتها؟ هويتك بالحفظ والصون عنا. لك شو عنكم؟ بدي استلم فيها راتبي الله يوفق. ايه بكره بتستلم راتبك دفعه واحده، مو احسن لك؟ لك اخي شو بدكم بهويتي عنكم انا؟ والله بدك تجيب لنا دفعه ثانيه، 50,000 ما بتوفي معنا. لا يا قبضاي، مو هيك اتفقنا؟ ايه هلا بنعمل تعديل على الاتفاق. اخي المره الجايه لا تجيب 50، جيب 25 بكفي. وبلكي المره الجايه كمان طلبتوا مني مصاري؟ لا هالمره كلمه شرف. مسيك شواربك. بدك تستنى ليطلعوا. امتى بدك يعني يجيب المصاري؟ بعد يومين هون. بس من هلا عم قلكن ها، اذا المره الجايه ما جبتوا لي الهويه معكم راح طالع بدل عن ضائع. خلوا هويتي عنكم وقتان، اعوه واشربوا ميتها. ايه خلاص 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 بتجيب لك اياها. شو مزبوطين؟ مزبوطين. انت خليك هون لحتى تشوفنا طلعنا بالسياره. امشي. وقف لك ولا حركه دمياط. وقف. فتشوا خذوا هويات اجوا. عم سيدي هات مصاري ميدو هويات. حرك. ما عاد معنا مصاري، منين طلعتوا لنا انتو كمان؟ انت ما دخلك سلوت. حاضر. مين انتو؟ رسلك. عم تستغل وظيفتك بشكل غير مشروع ما هيك؟ سيدي عم ينقب على الاثار. سيدي وين هويتو هذا؟ يا حبيبي عامل انتحال صفه كمان، انا فرجيك انت وياه. سيدي احنا غلطانين سيدي، سامحنا هالمره الله يوفقك سيدي. ولا شو بتشتغل انت وياه؟ سيدي انا ما بشتغل شيء سيدي، عاطل على العمل سيدي. وانا شرحه سيدي. راح اعف عنكم هالمره. يلا نقلع انت وياه شوف. والهويات سيدي تاخذون الجمعه الجاي بعد ما تجيبوا مبلغ قد هاد 50,000. من وين سيدي من وين؟ نحن لو معنا فرنك ما اشتغلنا مشلحين سيدي. بتدبروا حالكم، وين هويه الرجال؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، ضاعت. ولي كملت، وين ضيعتها الله لا يوفقك؟ ما بعرف، كانت بجيبة البرانية، وين سالتي ما بعرف. إذا ما بجيبها بجيب بدالها 50,000. سيدي الله يخليك سيدي، والله أنا كشت الدنيا فوقاني تحت أني ما كنت لها يا سيدي. خلاص، بجيب 100,000، يلا نقلع أنت ويانا شوف. كتر خيرك يا سيدي، ما رح ننسى لك يا كل عمرنا يا سيدي. شلون أبو سعود؟ مين سرور؟ ايه الله لا يوفق ما عرفتها. لك شلون اجيت ما شفتك انا؟ لك من الظهر نحن هون، اجينا بكير مشان ما يحسوا علينا. بس ما لك حق تطلب منه ال50,000 ورقة، بتصير مثله بعدين. معليش خليهم يتربوا. لا سرور لا تخاف ما راح اخذهم منهم. الله حيو. هدول اثنين اللي معك مين؟ مين هذا عريف احمد؟ لك هدول زعران عنا بالحارة. لك وين فرد منين؟ هذا فرد فني. لك فني. علي علي شغال. هيك جبنا فردين ورجعنا ال50,000. سيدي ممكن نعرف على شو عم تفتشوا؟ هلا بدي خليكم تمثلوا فيا حكم العداله والزمة على كل اهل الجيره. سيدي ممكن نعرف على شو عم تفتشوا؟ يا ريت تجاوبني سيدي. لاحقين لاحقين تعرفوا. هالمسجله هي منين جايبينها؟ شارينها من السوق طبعا. وشو الاسباب؟ في معها كفاله. فرجيني يا حسام تقبر قلبي، الكفاله عندك روح جيبها. كفاله مو عندي، عند علاء. كفالة مو عندي، عند سلوى. كفالة مو عندي، عطتها لحسام. كفالة مو عندي، عطتها لعلاء. كفالة مو عندي، عطيتها لسلوى. كفالة مو عندي، عطتها لحسام. خلص! لا تعذبوا حالكم، ما رح تلاقوها قد ما دورتوا. لا لا سيدي موجودة، عن جد عم بحكي معك سيدي. جوزك وينه؟ ماله هون، راح ما بعرف لوين راح. إمتى بيجي؟ ما بعرف، بس يرجع بخليه يجي يراجعكم. مرحبا يراجعنا. امالي متزحزح من هون قبل ما اخده من هون موجوده. طيب سيدي فهمونا شو التهمه. سد حلقك عمو، قصده بس نعرف شو التهمه. سد حلقينك. ممكن سد حلقك. لك خلاص امي خلاص، قالكم سدوا حلقكم يعني سدوا حلقكم. ما شايفين شلون ما بيلحق معه؟ سمعتك. بكره بس تصير امك تعمل كبه لبنيه ويا لنجي وتاخذوا لياهم لابوكن على سجن عدرا بتعرفوا القصه. ليش على سجن عدرا يا سيدي؟ سعيد ما بيأذي النمله. اذا كنتي عم تخبي عليه فبنصحك خليكي ساكته،
احسن ما احجز لك محل بسجن النسوان بدوما بلد الواوية، واذا كنتي ما بتعرفي شيء فاحسن لك خليكي ساكتة، لانه الادلة كلياتها ضد جوزك يا مدام. سيدي انا بدافع عنه بدون ما اعرف، سعيد ما بيشتغل شغلة برات القانون. مغشوشة كتير بجوزك يا مدام، على ما يبدو قلبك طيب كتير. يو صار لي عايشة معه 20 سنة، بعرفه مثل ما بعرف حالي. معناها ما بتعرفي شي، يا اما هالميول ظهرت عنده من جديد. اي ميول؟ بس يجي بتعرفي منه بيقلك لحاله. استريح انت وياه. مرحبا. عفوا يمكن مخربت ببيتنا. السلام عليكم. مشي معي العنسات مساعد. مشي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. وين غلطت يا رجل؟ ايه ما بتقول في عندك بيت ولاد؟ خير شو في؟ اشتقنا لك، صار لك كذا يوم ما شرفتنا. عفوا ممكن افهم شو عم تعملوا هون؟ يشرف معي على المغفر وهنيك بفهمك كل شيء. صحيح اذا عندك بدل داخلي او شحاطه زايده خدها معك، لانه هالمره قعدتك مطوله عنا كثير. عفوا قيم ايدك. اسهل من هداك. انا ما بتحرك ولا خطوه قبل ما اعرف شو التهمه الموجهه الي. انا مواطن ومحمي بهالبلد، واللي حاميني هو القانون، والقانون هيك بنص. يا سلام سفقوله. خلاص. لك انا اكره شيء علي، بس الحرامي يتشدق بالقانون. بابانا مو حرامي. بس انا كنت بتمنى انه يكون عندكم اب صالح، بس للاسف احسن من هيك مسطره الله ما طعمكم. شفت حتى الاطفال الابرياء قالوا لك أوه. انا رح امشي معك معلش وبدون مقاومه، لانه القانون بيضمن لي حقي. اللائحه الدوليه لحقوق الانسان بتحكي عن حقي كمواطن وكانسان. وشوف اذا طلعت غلطان معي هالمره تعال لك بدك تعتذر. خلصت. طلع لبرا. لا ولو. تسلم الله يكبر واجبك. تفضلوا انتو شاري. شكرا. وهلا بدك تخبرني بالتفصيل الممل من طقطق لطقطق مشان طق، شلون فت على البيت وشلون سرقت الغراض وين خبيتهم. ليش شو التهمة هالمرة؟ من كم يوم تحديدا يوم 13 بالشهر حضرت جنابك، ما بعرف اذا كان معك حدا، قمت بعملية السطو المسلح على منزل بمشروع دمر الساعة 3 ليلا. فصل لك ولا تكفي عني؟ هالحكي مو صحيح. انت كنت بالحادثة، احكي لي الحكي الصحيح. لك شو قصتك انت؟ ما في غير عم تتبلاني يا اخي. ما بصير تتهمني هيك جوزافا. انا مواطن بهالبلد ومواطن محمي، والقانون بيحميني، ولائحة حقوق الانسان على هيك بتنص. لك حاجة تفتري علي وتبتلاني يا اخي؟ لك مفتري انت مفتري. اكيد ما عم بفتري عليك. الجماعة اليوم وهن عم يعزلوا لهويتك واقعة تحت الغزانة. بس الهوية انا صار لي اسبوع مضيعها. شي طبيعي، ولقوا اولاد الحرام وزتوها بمكان وقوع الجريمة مشان يلزقوا التهمة فيك، مو هيك بدك تقول؟ ما بعرف شو اللي وصلها لهنيك، بس انا صدقني مضيعها. وليش ما بلغت عنها مشان نعمل ضبط طالما مضيعها؟ قلت لحالي بجوز تكون واقعة هون او هون بالبيت، بتأكد بعدين ببلغ. فيك تقلي وين كنت ساعه وقوع الجريمه؟ وامتى صارت الجريمه بالضبط؟ 13 الشهر الساعه 3 ليلا. بس اوعى تقلي كنت بالبيت وتشهد لي مرتك. طبعا مرتك رح تشهد شهاده الزور مشان ما تورطك. لا مو مرتي اللي رح تشهد هالمره، انت رح تشهد معي. أنا لا بعرفك ولا بتعرفني. أنا ب 13 الشهر كنت مكبوش عنكم بالمغفر من الساعة 1 وضليت للصبح، صح؟ صحيح 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 صحيح. امسك هي هويتك، وتاني مرة إذا بتضيعها دغري بتقدم ضبط. مو متذكر وين بتضيعها ما؟ لا سيدي، فجأة ضربت إيدي على جيبتي ما لقيت أنا. انتبه تاني مرة، لو ما كان عندك دليل دامغ على مكان وجودك ساعة الجريمة كانت السرقة لبستك لبس. حاضر. احتمال نستدعيك للتحقيق كشاهد، اوعى تسافر لمحل. حاضر. يلا الله معك. شو عم تستنى؟ لا سيدي. شو والله معي؟ لا لا. ف
فوت الحمام ومثل الطلعة منه. بدك تعتذر لي زين. شو؟ نعم، وإلا برفع عليك دعوة بوصلها لفوق. بدك تعتذر لي يا وليد؟ لا بلا ما تعتذر، أنا بعتذر. بعتذر. طول القعدة بابا؟ ليش عندك مواعيد؟ لا مشان انطعج الصفحة اللي وصلت لها. طعجية. طول القعدة بابا؟ ليش؟ بلعه بابا. أنا لا وراي ولا قدامي، قد ما بدك طول. لأنك بتفهم أنت، سكر المغارة. لا تطول محاضرتك على الأولاد، اختصرها، عندهم دراسة. وأنا كمان عندي دراسة، كلهم كلمتين ورد غطاهم. اسمعوني منيح أنت وياها وياه. بدي إياكم من هلا ورايح تتبعوا كل أساليب الحذر والحيطة. بدكم تفهموا علي من أول كلمة. ما في بريء بالعالم دخل السجون قدي. تحمل حالك ولا روحي لعند خالتي لحتى تستوعب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ليش عم تصرخ على الأولاد؟ شو هن اللي عم يفوتوك ولا أنت اللي عم تدفش حالك هيك دفشات؟ خلص المحاضرة انتهت، يلا كلكم على غرفكم، يلا! أنت ما بتقدر على غرفكم، قولوا لهديك القرنة، يلا! جمانة، لما بكون عم ربي الأولاد ما بتتدخلي نهائياً، فهمتي؟ شلون ما اتدخل؟ ليش أنا أمهم ولا مرت أبوهم؟ أمهم، بس أنا ما صرخت عليهم إلا لأنه إلي غاية أنا. غاية شو؟ لك أكل شرشحة عيار تقيل بالمغفر، متبهدل بدون ما أقدر أفتح تمي، مسحوا في الأراضي وبهدلوني، ودي فرغ الشحنة بطق إذا ما فرغتها، إذا عليكم ما صرخت ورجعت استعدت رجولتي بالبيت، قدام مين بدي استعيدها أنا؟ إذا المساعد عقدك مو ضروري تعقد الأولاد. مين بدي عقد؟ عقدك لك يعني؟ مو ناقصني عقد أنا، العقد اللي فيي بسببك بدها عمرين لحتى تنحل، مو عمر واحد. ماشي، ما عاد عقد حدا، بدي أحصر وأكبت بنفسي، بس إذا شي يوم انفجرت لحدا يقول شبك؟ عفوا، لشو كل هالهزوزة؟ ولشو كل هالأسئلة؟ شو مستحي باسم أبوه؟ ليش خايف؟ لا ماني خايف، بس ما عندي استعداد جاوب لأعرف شو الغاية من كل هالأسئلة. لك تقبرني جايين نتعرف عليك. عفوا، إذا بدك تتعرفي علي المفروض تتعرفي على نفسك من الأول. لا مو هلا، قبل ما أتعرف عليك بعدين أنت بتتعرف علي عن قرب. لازم أتعرف على اسم أبوك وشو بيشتغل وشو حسابك وشو نسبك وشو أصلك وشو فصلك. عفوا حضرتك، بأنو جهاز بتشتغلي؟ شو هذا الجهاز؟ ما جهاز، أنو جهاز يعني؟ قصدي بأنو جهاز شرطة، لأنه بس الشرطة هن اللي بيحق لهم يسألوا هالأسئلة بطعمة وبلا طعمة. لا تخبرني، أنا جاي أسألك كم سؤال لغاية قصية. صباح الخير. الله لا يصبحك بخير، لك شو جابك هلا؟ لسه ما أخذنا وعطينا مع الرجال، الله لك كان جاب الغلا يا حق. أهلين سهيل. هذا سهيل؟ إيه سهيل. لك أنت مين؟ أنا سعيد. ليش ما قلت لي من الأول إنك أنت سعيد؟ بدك سهيل أنت. إيه بدي سهيل. أهلا عيني. استلقي، تفضلي مدام، تفضلي. سهيل. إيه هذا. سهيل يا سهيل، تسلم لي الوش يا سهيل. إيه يا سهيل. خير خالي أمري. بعتيني ناس بهمهم أمرك، اسألك كم سؤال. إذا بتريني خلينا تكملي لو سمحتي، إذا بتريني إذا أهل هيام هن اللي بعتيني كمشان تسألي كم سؤال، يا ريت ترجعي لعندهم وتقولي لهم. إذا بتريني يعني قولي لهم ما بده يخطب وما بده أصلا يتجوز وما في داعي تسألوا عنه ولا سؤال. إذا لا مو هيام، منو هي هيام؟ مين ما كان يكون، مين ما كان يكون، ارجعي لعندهم وقولي لهم ما بده يتجوز، هذا واحد نوري أندبوري حقه نص فرنك واحد خرطي، ممكن هيك ارجعي لعندهم وخبريهم. خلصنا بقى من عبكرة. شوف سهيل. سهيل إذا بتريدي لو سمحتي. سهيل إذا بتريدي. سهيل سهيل إذا بتريدي بالسين يعني. سهيل. أيوة هي إذا بتريدي. شوف سهيل، أنا مالي ماشي من هون لجاوبني على هالكم سؤال. أبوك شو بيشتغل؟ لا شو بدك بيشتغل أمين؟ عملها قصة، عملها قصة خلاص، أبي بيشتغل واحد فلتان، ما له شغلة. العين تطرق أمة. أمي فلتانة أكثر منه خلطينة بقى يا خلص. يا العيال شلون بدي ناسبها كلهم فلتانين؟ خلصنا بقى. ليش هيك عم ترد بوشي بهالنشافة؟ هيك بدي رد بوشك يلا من غير مطروح، حلي عنا خلطينا، انا زلمه وراي شغل هون انا عم بحكي معك. خلطيني العين تطرق، شوف والله مالك حتى احلام بضفره، هح تطرق. مع السلامة، بالناقص منك ومنا خلطينا، حلي عن ثمانة من على بكرة الصبح. دعوان طجي منو هي هي؟ يا رجل رضينا بالبين، اسم البين ما رضي فينا، هي وحده نقيتها من حثالة المجتمع مشان اهلها ما يسالوا عني ومشان ما يكن لها شروط، العم كل ما رحنا نخطب وحده تقول فتحنا على عيننا الاخ وفطنا الاخلاقيه علينا.
منين بتنطفى انت؟ لك شلون بتكرون كان كله؟ خلص هذا عرف، كل واحد بينضرب على قامته بده يخضع لهذا العرف. بلا عرف بلا بطيخ يا سعيد، بلا عرف بلا بطيخ. انا اذا بدي نكش عليهم مثل ما هن عم بينكشوا علي بطل طول عمري اتجوز وبطل طول عمري اخطب وبطل حتى افكر بالجواز. ليش ما عم تقول للسكرتيره شو بدك؟ سيدي اذا قلت لها ما بتخليني افوت. هاي فتت حضرتك، شو بدك؟ سيدي انا لي شكوى لسيادتكم سيدي، ما حدا غيرك بيقدر يحصل لي حقي سيدي. عود. خير شو في؟ سيدي في موظف عندكم اسمه سعيد، سيدي مستاجر السيارة تبعي وعم يشتغل عليها تاكسي. سيدي ضرب السيارة وما عم يصلحها. وليش ما عم يصلحها؟ سيدي وحطتها عند المصلح بس ما عم ياخذ له مصاري. وشو المطلوب مني؟ سيدي تحصلوا لي حقي. ها اللي انت وفايت لهون، شفت اللافتة اللي مكتوبة على الباب؟ شفت سيدي. وشو مكتوب عليها؟ المدرية العامي. يعني مو مخفر نهر عيشة؟ لا سيدي. وهذا المكتب لمين؟ المدير العام سيدي. يعني مو للمساعد حلمي؟ لا سيدي. شو جابك لعندي لكان؟ سيدي أنا قلت كونك لا تقول. لا تقول بنوب. في جهاز بالدولة بيقولوا له الشرطة، بيقولوا عنه انه في خدمة الشعب، مشان اللي ما بيفهم يفهم، هو اللي بيحل المشاكل. بس سيدي انا قلت انه. لك يا ابني شو ولد مشكلتك بتقول كثير، شو ولد؟ سيدي قلت انه انت المدير العام، هو موظف عندكم. ها موظف عندي؟ يعني مو عبد عندي. قضاياه الشخصية يا ابني انا ما دخلني فيها، انا بتهمني اموره الوظيفية، الامور الشخصية والمشاكل الاخرى بحلها المساعد حلمي وجهات معنية تانية. شو يعني سيدي؟ يعني مرة تانية بتحترم نفسك بتقول للسكرتيرة شو بدك، وفوتك على هذا الموضوع كان بلا طعمي. سيدي بس اسمح لي اشرح لك. شو تشرح لي؟ شو رأيك جيب لك المساعد حلمي مشان تشرح له براحتك؟ هذا إذا لحقت تشرح. لا دخيلك سيدي، عن إذنك. يلا.